برأس هذا الجميل وشعره والدروع الفخمة. اكسكيوت بارتي والنيجاتيف ليف افكت يور ريبيتيشن سمعتكم مدري ايش ما نعرف شيء اسمه سمعة. يا ابو خالد وبنو هليان كلهم سالب 30 سالب برس الت ايش كلهم سالب 30 لا بنو ارباس وشباب يا رجال اجلد يا راس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من بنلورد 2. شكرا على دعمكم في الحلقة الماضية واقتراحاتكم وكومنتاتكم الجميلة. وصلتني صراحة كومنتات كثير ومن ضمنها فيه نصائح، لين اليوم جالس أتعلم شغلات جديدة في اللعبة. أكيد جالسين تشوفون الكل معروضين على الشاشة، ولكن في بعض الأمور الجديدة علي ودي أطريها. مهدي يقول يحاول تجيب حصان إنه واشي مرة سريع وحط للحصان سدل متواضع مش مدرع لأنه بيقلل من سرعة حصانك. هذا يفسر يوم كنت ألاحق وراء بعض الجنود جنود الخصم وكنت مش قادر أجيبهم مش بسبب سرعة الحصان رغم إنه كان أسرع، فشغلة جميلة ما كنت ملاحظها. الله يعطيك العافية. وبرضه مهدي حط لي نصيحة ثانية، لا تموت المدينة من الجوع لأنه راح ينقص الولاء وراح تتمرد عليك. برضه معلومة جديدة الله يعطيك العافية. يعني زي ما تقول كذا سلاح ذو حدين، حاول تكسر السور بسرعة وادخل لأنه يوم تموت الجنود تموت السكان ويزعلون عليك، وهذا شيء فيه واقعية. أعطهم أمر بالهجوم ما راح يكسرون الباب هذا، يقصد الهبلان هذاك يحيى اللي كان السور جنبهم مكسر وهم جالسين ما زالوا يحاولون يكسرون الباب والناس خلصوا الحرب داخل. والله الغلطة مش منه، غلطة من الجنرال اللي موصيه بهذا الجنود، مفروض يعطيهم أمر الهجوم بس ما عليه هذا حل. وش تبي من الرجال خليه يشبك؟ لا ما عندنا تشبيك كمبالي ما يشبكون. اللي قطعت رزقه هذاك السميث يبي يتزوج بالحلال اللي يجي عندي وأضبط مظابيطه. نظام تشبيه قدام الحانة هذا ما يجي. في مود جديد نسيت اسمه بس تبني مملكتك بنفسك وتطورها، والله ما فهمت ليه تجيب اسمه. نصيحة هي الفلنديا لأنهم راح يصيرون مرة قوية إذا خليتهم، وكمان عشان ترد الدين حق 10,000. وش 10,000 اللي يدفع لهم إياها فدية؟ شو اسمه يوم علنا السلام معاهم كان مفروض اني لازم ادفع لهم 10,000. هي والله انك صادق. برضه عبد المحسن المطيري نفس النصيحه، اضغط شارج وانسى الباقي، هم يفترون يدورون وانت تفرغ للذبح والقصب. خالد يا طدول نستمتع وانا العاب، الله يعطيكم العافيه. والله شكرا 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 لكل هذه الكومنتات الايجابيه والمحمسه. هذه مو اول مره اقرا بس حبيت اني اتطرق لبعض الكومنتات بس بالتحديد، ولا قصور بباقي الكومنتات ويشهد الله اني اقراها اول باول وتسعدني. وين 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 التحالف؟ الله أكبر. لا رقم ميز بعدين، واحد الثنينات واحد، مدري شلون المدن اللي معي أكثر منهم بس الجيوش والكلانات اللي معاهم، فهذا الدليل اللي أنا مقصر في موضوع أضم الشسمة الكلانات الثانية. النورث خلاص نعطيهم بيس، بس قبل هذا خلنا نجيب لنا واحد منهم. عندنا الكلان هذا بقيادة مانتوس ما شاء الله، عائلة كبيرة جدا، القائد حقهم 122 ستيوارد وشغلات ثانية. غير كذا فيه ناس كثير عند شوف الستيوارد 200 وشيء، فريت عليهم طاقاتهم صراحة جدا جميلة. فانعكاس الستنكث ما هو بدليل، ممكن التير يفيدنا لكن صراحة الرقم هذا ما بعتمد عليه لاني انا قتلتهم يوم احتليت المدن تبعهم، فلازم نشوف العدد اللي موجود تحت هذا الكلان. طبعا ماخذينه بريزنر بلادور، خلنا نكلمه بلادور. ابى اكلم سجين عنده بس ما يعطيني اي مجال اني اكلمه. طيب نعلن السلام معاهم. اصلا ايش باقي لهم؟ ما باقي لهم اي شيء، المدن صفر والقلاع صفر. طيب ما انت صراحة نرجع له بعدين، بس في كلانات كثير قبل لا يروحون الى مدن او ممالك ثانية بنتنقى اقواهم. هذا ممكن كلمه، ما زالت معهم جيوش الظاهر انهم هاربين مش موجودين هنا. قلمان اسمهم، الظاهر انهم كانوا من ضمن العرب. طيب نكتفي بهذا الاثنين، واحد سجين وواحد بتوصلها رسالتي بعد شوي. ونشوف ربعنا العرب شيرد فود وذ ستارفينج. اوكي ما في اكل كافي. زوفان يبوننا نحرر زوفان مقابل 2200. ما نبي. خلنا نشوف في اكل في المدينه رغم اننا جوعناهم فمستحيل يكون في اكل. ايه ما شاء الله شوفوا الحشرات. افرق الجيش خليهم يقضون على ما تبقى من الضبان هذا. لا اوف يقلعون انا ولدهم، من هذا اللي بيشله؟ بعدين وين العرب الحين؟ مفروض نورث امباير بروبوزنج بيس بيدفعون لنا 224 دينار مره كثير. ضغط اكسبت انا. اوكي اكسبت هذا لعله يفيدنا ومنتس يتحرر فنحصله بعد شوي. المهم انهم يعطونا فلوس. اوكي وصلت رساله. اوه هذا مرتزق. اوكي كلان قلمان انا دريت والله اني عرفت من اسمك. جوين ماي ارمي ورانا شغل. ما ادري كم راح ياخذون صراحه فلوسي، اهم شيء انها تكون بالموجب. اوكي 2000 وضيف الحضيض والله. قبل لا ندخل الحرب هذه الطاحنه مثل ما رجحتوا علينا، اولك وصلت رساله ودي اروح اتبضع اكل. اتس بين اوايل. وش رايك؟ وات ار يو سينج اكزاكت؟ وش عندك؟ جنرس يعني يمثل الولاء لويالتي. اوكي
فالور يمثل يحط نفسه في خطر عشان الجلوري اور ويلث اوكي، والميرسي عنده ما يرحمش، حلوين ما يحب الرحمه. فالور وتشارم مفروض حلوين، ميرسي لا، ميرسي مستحيل. تبقى لنا ثلاث اختيارات، كالكليتنج لا، اونر وتشارم، تشارم اونر. اتوقع هذه حلو، تكفى الاخيره تكفى، تشارم وفالور والله مفروض هي. يا سلام والله يا اخي اشكرك، والله اشكرك يا اللي قلت لي ركز على الشخصيه وبناء عليها تم الموافقه. يا شباب يا شباب، هذاك اللي كان يقبل بدينار، معليش انا اسف والله ظلمته، حتى بدون الدينار كان يقبل، انا ما انتبهت انه اول ما دخلت عليه كان اصلا اخضر، انا بديهيا جيت كذا احط له فلوس واحد دينار وبعدين انتبهت. فزي هذا الرخيص اولك يجون يعني باي شيء، بس انا ودي ادعمه شوي ماديا حتى انه يقدر يكون جيش، اتوقع هذا راح يفيده. يا رجال من كثر فلوسك انت عشان تهض الناس، يلا يلا ما عليه. وريليشن شيب زاد، حلوين حلوين. هذا ولك الله، السفينه انضمت لنا، السفينه الحربيه مو باي سفينه. 61 عنده الستيورد، لكن شوف 240 290 يعني شيء يبيض الوجه، يعني فل الفل. وعنده اثنين توفوا، يا اخي لو اني مطفي الموت في اللعبه. عنده هذه ابو 129، عنده هذا بس ما في ستيورد، وورك عنده الستيورد 100، حلوين حلوين. اوه الظاهر انه ما قدر هذه يعتل. من هذا اللي كان يحارش بس ودي اعرف. اوكي اعلن معهم البيس فخلاص. طيب الحين سلمكم الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، يخرب بيتكم يا الحمر، يخرب بيتكم، الدنيا وربي محمرة. هذا حلفائي انا الخزيت بعد، اوكي مفروض يمدينا نعلن الحرب، حلوين. يعني الفلنديان ما بينهم وبين العرب شيء، طيب جميل جدا. نمسك اقرب قرية منهم مثلا هذه، وبناخذ اكل من هنا ونمشي ندعس في هذه، ولو شراكم نسترجع امور، بس انا ودي يكون ايش قريب نوعا ما من العرب بحيث انهم يقدرون يفزعون لي. مفروض اني اقدر اشوف هنا كرييتد ارمي وكذا، فلوسي اشوفها تنقص ما تزيد ولا او 4000. يا سلام انا قلت حتى بفتح محل ونسيت، بس مو بوقته لانه لازم اني ارجع هنا وافتح المحل، وحاليا معي جيش ما ودي مشور فيهم. والله الحداده يا شباب، الاستمنه هذه معنا، عطنا من لك اللي عندكم، ما شاء الله تبارك الله. جرين وبير نوع للجيش، والهاردود حلو، عطنا اياهم كلهم، حلو 1100 راح تكفينا. حلوين اخذنا الاكل ونجي عند اقرب قريه نعمل لها ريد، ولا وش رايكم نمسك واحد ونمسح فيه الارض عشان ايش تكون مره واحده، مثلا هذا ابو 164 هاكريد، ايوه حلوين. يقول من انت؟ وانتد، وبعرفك من انا. سرندر اور داي، شوف كيف ملامح وجهه بتغير بعد شوي. شباب اي ريبيت، سرندر سرندر اور داي، ديكلير وور يا حبيبي، ديكلير وور. هذه سنتروب كذا امسح فيه الارض، 17 واحد الله يرحمهم. تصدق نسيت ما اقوي جيشي، لا لا 318 حلوين، وش تقوي بعد؟ اقوى شيء عندكم هاتوهم برزنر، الخياله الخياله اقوياء عندهم. يا اخي يا شباب النورث، النورث هذا اللي قبل شوي احتليت مدينتين منهم او الحلقه الماضيه، عفوا اسمهم ويست، ابغى جنود من عندهم عشان احولهم الى كومبانيون، بس ما انا محصل ويسترن شيء، هل لهم اسم ثاني؟ اتوقع لهم اسم ثاني، حتى في البريزنرز ما في اي شيء الويست، اتوقع لهم اسم ثاني، يا ريت توضحون لي هذه الشغله. انا ودي اخذهم وبعدين اعطيهم حكم هذه المدينتين عشان مساله الولاء. طيب الحين احنا بدينا الحرب، والإحصائية مثل ما تشوفون ما طلعت 16000، 16000 أوكي. وحنا زدنا 7000 بسبب إني ضميت أولك، والحين بنحاول نكلم مانتس، لسه ما شافوا أي مكان. قوتري، أنا مسجل عندي قوتري، كنت ناوي أكلمه، قوتراق ممكن، نحاول معه. يلا يا العرب والعربان، نبي نشوف الدعم. مفروض اني اقدر اشوف ايش ديكلير وور، مفروض حتى يا سلام يا العرب يا سلام. كفو يا اخي الذيب، اقسم بالله انك كفو. خلاص اعلن الحرب عليهم، فبيدعبهم من طرف وانا داعبهم من طرف، بس ودي ايش نكون مع بعض. اقرب كسل يا حبيبي، اقرب هدف. مدري والله نبتدي بمدن ولا قلاع، خلنا نشطف كل طريقنا في هالمنطقه. كم 200 مدافع يا رجال، خلنا نقلع، ما يحتاج اني اكسر السور. 1700 مقبلين من هناك، جتني شوية كتمة يا شباب معلش. 1200 حنا، 1000 يعني كم 500، وفي 192 هناك وراهم، يعني 1000 يعني تقدر تقول 2000 يعني يوصلون يعني. ادرم يا ادرم.
طيب انا عندي خيارين الحين يا شباب، النحشه لا، الخيار الاول انه يدخل القلعة اهدافه او نحاربهم برا. طبعا اكون في وضعيه الدفاع افضل، فخلنا نسوي سنتروب 220 يا رجال، وانا حاط المناجيق او جمع منجنيق وشو. المهم سنتروب يا رجال، اختصر ام السالفه. 171 ماتوا، اهم شيء ما في مصابين كثير، 55 مصاب يلا ما عليه. الحين حنا ايش في وضعيه الدفاع، شو ميرسي واللي يزعل يزعل، وخلها تدخل في تصويت مو مشكله. ما ودي اكسر السور لاني بدافع برضه، خلنا نشيك. اي والله السور ليفل 3 جميل جدا، فيستفل وخلهم. طيب الحين ويت، ها يا وسخ يا وسخ يا جبان، 1700 منكم يا جبان ولا على الكتمه اللي جاب لي اياها. تنتهي الحرب كذا من اول يوم، والله عيب. وش روي عيال القبائل في اليوتيوب، انعش الرجال انعشهم، والله لو اصيدهم هم متفرقين. يا سلام سلام. تا 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 يخرب بيتهم، 700 يعني نصهم خياله، اي تطويرات اي شيء شيل. سجناء بيشتغلون معي شيل، نعطيها مين يستاهل اول كذيب. اوه تعالهم دخلوا عندهم وخذوا انا ولدهم، خذوا منهم عين شو اسمه ذا كوياز الساوث، والله العرب تبهذلوا، اقسم بالله انهم تبهذلوا. كوياز ماخذينها منكم، فغالبا انهم ايش بياخذون القلعه هذه اول شيء. انا شور يقول لي روح خذ هذه، وشور يقول لي روح اقرب للعرب، اكيد بيكونوا موجودين هنا. طيب خلينا نحاول مع قتراق الحين. او هذا شكله يبي دنانير واجده، يبي 94000 ممكن عشان ما اقنعته بسهوله. والله يا شباب احنا نحتاج قوه. شيل يا وحش شيل شيل، مرحبا بك في الجيش، شغل اكل مزمار. ايه مزمار الحر، الفلوس تروح وتجي، اهم شيء رجاء. طرقعت شويه من الجيش، ابغاهم يتصيدون الحلوين اللي هنا. والله صدناهم، هلب 91 افتكينا منه، ماتوا 14. يا ويلكم يا ويلكم، وتزيد علاقتك مع ربعك، وش احلى من كذا. كمل كمل اصطياده، كمل يا ذيب. احنا نبعد هناك كذا في الزاويه. يور سيتلمنت بالجاردز بسيج، تونا ماخذينها يا ابن الحلال. وين هذا بالجارد؟ وسيبر ما الله يخرب، الله يخرب بيت جدكم. جيش مشغول هناك. طيب العرب العربان وين؟ ولا اخذوا هذه ولا سووا شيء. احنا جالسين نبعبص فيهم هنا. بيجونا. شوف الكلانات كيف تتعاون؟ الله اكبر عليكم. منحاشين الزلايب. تعال افزعل اخويك. تعال يا وسخ. والله ذيابه، اقسم بالله انهم ذيابه. ما احتاج اساعدهم. يا ولكم لحية الغانم. خلاص تعالوا تعالوا معي، تعالوا تعالوا يا وحوش. حشرناه الوسخ لين حاش. ايوه صدوه. جيته من اليسار وجوه من اليمين، وقعته في الفخ. المعنوية عندي ناقصة، فيبي لي اسوي اتاك بنفسي. الله لا يحطنا مكانهم. ثلاثين واحد يموت، بس اتوقع افضل من اني لو سويت سنتروب، لانك يوم تقتل جنبهم ترفع معنوياتهم. والله فرجت عنها بالغلط، بس عساه ايش كويس اني ارسلت الرسالة لعله ينضم. حلو سبيد دمج و 70% الدمج. اوه اوكي هذا اللي احتاجه، لان صراحة دروعهم مرة قوية، ف 70% خلنا ناخذه. اتوقع العرب ما تحركوا ولا سووا اي شيء، 12900 قوتهم، والمدن ما خسروا اي شيء، 9-9 حاليا احنا متعادلين معاهم، خسائرنا اكثر من خسائرهم. نسحب بنو زلال كلهم، هذا ليش مرتزقه، ممكن يسوون لك فارق، ممكن جيوشهم لا تودي ولا تجيب. كم جيشك؟ تعال 119. حلو، من على الحرب خزيت. ايش تبون انتم؟ 1400 مش وقتكم، مش ناقص والله مش ناقص. يبون ياخذون احد المدن اللي موجوده هنا قريبه منهم. هنا في جلتش والله مضايقني لين الحين. رسالتي وصلت بنو زلال، يا مرحبا بكم جوين. اوه ما عندهم، يخرب بيت جيشكم، اقل من 40% في جيشهم. في فيكتوريا كم دفاعات فيها؟ 400. خذوا مدينتي، خذوا مدينتيني، نسترجع هذه. جاكم الموت يا تاركين الصلاة، فيها بطولة تذكرون ايام البطولات. اوكي السور ليفل 1 فبيدمر سري سري. جيش من 900 مقبلين، يا سلام سلم يا سلام سلم.
اوه 1700 هناك. اوكي تدري ننسى المدينة هذه، بس اتوقع اول ما اروح قريب منهم بيرجعون باتجاه هذاك. اذا قدرت اصيدهم بيكون شيء خرافي. واذا اخذت المدينة ودخلت 1700 و900 كم هذه 2600، اتوقع لو اخذتها بمدينة ندافع، لكن لو اخذتها بينقص من جيشي بعد كثير. خلنا نشوف، بنهجم على هذه بعد ما ندمر السور. اتوقع يمدينا ندمر السور، هذا ما بيهجمون بينتظرون هذاك. مثل ما توقعت نحط تربشوت تكفى دمر. اوه لا اله، اوه لا اله، مسكوا 38 الهبلان. يا العرب العربان، نرسل مرسول لأنكد. لازم اخذ المدينة. ليه؟ لان حتى لو نزلت ل 900 قل بيصفالي من جيشي مثلا 400 ما بقدر اواجه فيها هذه وانا هنا برا، فلازم ناخذ المدينة. اقسم بالله انتهينا يا شباب، عندهم اكل حق 36 يوم. حلو بيفيدنا هذا. درج من الحين احتياطا، خل المهندس يشتغل ودك الابواب. ما في درج ثاني؟ غريبة. قله 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 قله، كلهم يلحقون ال 14. كفو يا مشتتهم. 800 قبلوا، في شيء غلط صاير. 800 باتجاهي ينتظرون هذا. لا اوه لفوا لفوا لفوا، خلاص ما في وقت الانتظار. 800 و900 و1700 ضد 1200. خلنا ندخل نحاول نحافظ قدر الامكان على القوات اللي معي. طيب معانا القلاع ودرج واحد بس، عندك الابواب ما في. بروح انا ادك لهم الباب. ما ادري اذا القلاع بيمديها تكسر، لان السور اصلا وات ايش البوابة هذه. اوه تعال 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 تعال، شيت القلعة هذه دفاعاتها حلوة صراحة، والله دفاعاتها بتكون حلوة. ان شاء الله يمديهم يكسرون السور على بال ما جيش يقرب، لاني كسرت انا نصه تقريبا. جيش اغلبه رمات اسهم. كسر السور، هو حاطين لهم سلالم العادية. اوكي هذيك افضل. تعال يا خيري خيري نحاش، والله الدفاعات بتكون قوية هنا. يا اخي دروعهم يا شباب دروعهم. يا رجال اقسم بالله، شوف ودي اموت عشان اسوي فاست فورورد. حشا قلب سبايدر مان هنا. يلا 20 واحد مات، وهنا تنتهي مملكة وانتد لأنها بضيافة 2000 جندي على الباب أو 3000 جندي على الباب. فهل يا ترى نستطيع الدفاع أم يا ترى تنتهي السلسلة هنا؟ 21 هذا حاول يفرق، والله حاول الوحش يلقاي. ما أتوقع يمدينا استدعي أي أحد. أوه حرام يا اخي، تعالوا انتوا وينكم انتوا، حرام والله. قرابة 200-300 واحد، خله وسط، خله الدنيا ايش وسط. ايه اعطونا الفلوس حق المدينة هذه. حلوين. كيف الحال؟ هل في سلاح افضل من السيف اللي معي او الرمح اللي معي؟ الله وكيلك انت معك فلوس اصلا. ارجع. فيلم رعب يا شباب، جالس اشوف فيلم رعب. في تطوير شخصية اي شيء عطنا تشارم. اوكي هذا بيتطلب خطوة اقل في اقناع القادة اللي اضمهم. اول كانت 4 ممكن تصير الحين 3 عدد المحاولات. طيب wait for some time، اعطاني سيف في مكان جميل. طيب waiting for some time.
يا شباب ما يهاجمون وحنا في دفاع، حنا في وضع دفاع والله ما يهاجمون. يخرب بيتكم 3000 واحد، 3000 كلب. اقسم بالله اني حسيت انها نهاية السلسلة. يا رب ما يغيرون رايهم، هذول 900 بتحبس لهم. اوه ربعي مقبلين، اطلع 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 اطلع. بس اول مطرح هذا اللي بيلفون، بيلفون علي لفة وسخة. فيها شوية حلوين هنا جالسين يعانون. سوي لي مسج من هذا. يا اخوي احنا في ايش ولا في ايش؟ بس يلا بنجرب المحاولات. انقلذر ام هابي، هذا اللي فرجنا عنه. علاقتي ما زالت سالب 37، كلانه قوي. نحاول نسحب من الحمر حنا عشان شراس ومعها قلعتين، 3 قلاع. وين يجيك هذا تستهبل؟ كلم واحد ما عنده قلاع مثلا، هذا معه 2، وهذا معه، وهذا معه، وهذا معه، هذا 2، هذا 1. طيب وهذا 2، كلهم معاهم، مضبط امورهم والله. اللي معاه واحده وثنتين ونحاول نكلمه لعل وعسى. هذا الاول يقول لي ان ارمي، الثاني برضو ان ارمي. اوه صدناهم 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 يا رجال صدناهم. ما ادري هذولاك انضموا معي ولا لا. هذا الكينج. بس يا شباب هنا تنتهي، هنا ابو الاعدام. ثاني مرة همسكك، ثاني مرة. الأولى هربت وبعدمك واللي يصير يصير. رولر اوف فالنديان، أنا أرويك. رولر ومعاه بس هذا 3، يخرب بيت تواضعك. أفك الناس، أفك العالم من شرك ومن توسعاتك هذه. سلندر أوردا يا بعد شبدي وزعل. ريلي فيري ويل، اكسبكت نو ميرسي. طبعا جنوده من أقوى الجنود بيكونون، لكن ما عليكم الرقم ترى، والله ما عليكم الأرقام. تطويرات الجنود 350 خيالة، 53 رمات أسهم، 350. خلنا 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 إيش نرجع، خليها نهار. أوه لا لا لا، يحاربون جلدن بارتي. والله كان ودي يقلب الوضع نهار، بس حارشوهم وزاد العدد. هذا طبعا بيلفون الحين. ليل ليل يا رجال، ننورها بالأسهم. طيب الحين من وين مقبلين؟ في جسر هنا، والله الجسر هذا المشاه بحشرهم هنا. شيلد وول ورمات الأسهم وراهم. وخروا وخروا وخروا، أي جايين والله من طرف الجسر. ستة وثمانين، أنا بتأكد بس هذا لو صار عليهم. Face this direction. هذا في وضعية دفاع، فخلنا نقدم رمات الأسهم يساعدونا. ما حد مات، بس انا متاكد انهم قدها لان اعطيتهم تشارج. كابتن هاز فولن، اور ارشر كابتن هاز فولن، كلهم طاحوا. لا معنويتنا طاحت. وات يا اخي، هذا اللي مش فاهمه، ليش الجيش يدخل متاخر؟ اذكر حتى يقول لي هل تبغى تنزل الجيش الاقوى اول شيء ولا الجيش الاضعف؟ نزلهم كلهم يا ابوي مره واحده. طيحنا الكابتن حقهم، الله اكثر منهم عددا ويطيحونا، هذه كارثه. نرفع الكاميرا شويه. هو منحاشين مستحيل. ها هذا جيشهم الثاني دخل الساحة. مستانس منحاشين، لا والله ما نحاشوا. اغلبهم ارشر، شوف شوف كيف رسمنوا. هذا انا اشوفها سلبية والله. وانتصرنا الحمد لله، بس الضحايا اتوقع انهم مرة كثير، فما بالك لو شو اسمه
اوه لو ما مت انا بالحرب كانت سالفه طويله. 8 كلات بس. دائما ما انتبه على حياتي في الحرب. ماتوا 5 احنا هي والله 500. ليه مش حاط شعار البارتي اللي انا دخلت اساعده؟ مره كثير والله. مره كثير والله 500. طيب طبعا ادرم اخوينا التحالف الرهيب القوي في 7 نومه. بارون علاقتي سالب 20. 1500 قوته معاه مدن وقلاع. في مجال نضبطها يا اخي. ارسل له رساله نحط له فيفرت والسالب 20 هذه بتتحول مجرد ما افرج التار خويه. هذا له ثانيين سالب 81. تعال برزنا يا ابوي. كل شوي بيسوي لي تحالف بيجي هلا هلا والله هلا هلا بسياده الملك هلا حياك الله يا مرحبا ومسهلا. برزنرز كلهم بشلهم مشاه. خياله بالجارد منقلبين عليهم او متمردين عليهم. الجيوش لو لاحظتوا كلهم رجعوا. افتكينا 900 باقي 1700 هنا وقدامهم في 800. طبعا 370 مصاب لازم ننتظر. ال 1700 هذا المستحيل اقدر عليهم حاليا. برزنر عندي حاكمهم فاحتمال هذا يخليهم يهجمون. احتمال خلينا نشوف. النحشة خلى المصابين يتعافون ونشوف هذا. شوف على طول عود هذا نشوف هل يتجرأ. يا ترى احنا 800 هم اكثر منا بألف جندي بس الظاهر انهم رجعوا. مستحيل يعني حتى لو كانوا ضعف عددي ما راح يغامرون بالهجوم ان نكون حنا في وضعية دفاع. هذه وفهمناها مع انه لو جاء شكله بيمسح فينا الارض. وهنا اختامنا. نزلت علاقاتي ما نزلت علاقاتي هذا الراس بيطير. وهنا نختم براس هذا الجميل وشعره المرتب الطويل والدروع الفخمه. اكسكيوت بارتي والنيجاتيف ليف افكت يور ريبيتيشن سمعتكم ادري ايش ما نعرف شيء اسمه سمعه. يا ابو خالد وبنو هليان كلهم سالب 30 سالب برس الت فور مول ايش كلهم سالب 30. لا بنو أرباس وشباب يا رجال أجلد ضدي الراس. في العام 97 إردراند has been executed. وعلى ما في خيالكم أركبوا سمعني الطرب. الله الله. With the election of a new Marona Thunder objective command, Brandier dispense. تلخبطوا من حاكمهم الجديد. خلينا نشوف حاكمهم الجديد. أقسم بالله ألينس كلام فاضي ورب الكعبة ولا شفنا لهم حركة. حاكمهم الجديد سيرفك وهو يتنافض كذا. سجين عندنا. توه سجين عندنا. قتراق ما أخذه. قوترق خلاص يا بوي. ايو الشعب كله سمعتي وصلت للجميع. سند مسج. خلنا نشوف القائد الجديد اللي عنده. اوه يا للحزن. قوترق ودي اشوف البريزنر الحاكم الجديد اللي معك بس للاسف اتوقع نفس المشكله انه ما يمديني ما يطلع لي خيار ولا السجناء اللي عنده ولا شيء ولا يمديني اقول له خلنا نشوف جيوشك نتسول. كم كانوا ابتدينا احنا ب 16000 نزلنا 13000 منهم. بيحتاجون وقت والله. وصلنا الى نهايه الحلقه يا شباب الا الى نهايه السلسله يا شباب. اتمنى انكم استمتعتوا كثر ما استمتعت انا في هذه السلسله والله. راح ناجل التكمله هذه الى اشعار اخر شهر كامل معطيها هذه اللعبه تركيزي الكامل عليها. صح اني نزلت حلقتين من لعبه الرعب ولكن احتمال غالبا اني بنزل حلقه ثالثه والنهايه. اللعبه جميله والله يا شباب فيها الغاز جدا رهيبه. ما عليكم من الرعب والشطحات هذه الخفيفه. اما بنر لورد مثلها مثل بنشت اللي خلصتها او شبه خلصتها لين ما
وصلت لمرحلة فيها تكرار خلاص وقفت. نفس النظام الحين في بنر لورد، بأجل اللعبتين هذولا إلى بث مباشر ممكن نكملهم إذا حابين. فلا تنسون تفعلون جرس التنبيهات وتتابعوني على تويتش، احتمال نبثها هناك. شكر خاص لكل من كتب لي نصيحة وكومنت وتحفيز في هذه السلسلة، والله العظيم يا شباب ما أوفيكم حقكم، فشكرا للجميع وأكيد يعرفون أنفسهم. طيرنا راس الحاكم والحاكم الجديد مسجون عندنا، أكثر من كذا ما في. نهاية جميلة أشوفها، وبس نراكم إن شاء الله في سلسلة قادمة، غالبا أنه بيكون غياب كذا أبو أسبوع تحضيرا للسلاسل الجاية، وإذا ما عجبتكم السلسلة القادمة تعجبكم السلسلة اللي بعدها صبركم علي. بحاول كل السلاسل ما تستمر أكثر من أسبوعين، بحيث أنه حتى لو ما عجبتكم السلسلة يعني تنتظرون اللي بعدها، أو بحاول أمشي ثنتين في نفس الوقت. اعذروني إذا طولت في الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.